يعني واحد بيتكلم عن صمود الشعب الفلسطيني، وحضرتك يمكن شفت نموذج يعني مجرد نقطة ضوء في عتمة الحقيقة بتحاوط كل ملف القضية الفلسطينية منذ 70 عام. النهاردة نتنياهو في البيت الأبيض، ونتنياهو نفسه بيسجل رقم قياسي كأول رئيس أجنبي يلقي خطاب أمام الكونجرس، وده رابع خطاب لي اليوم. قرأت بعض التقارير الصحفية بتشير إلى استقبال مش فاتر، ولكن مفهوش بروباغندا، ربما لسوء الوضع وفظاعة ما يحدث في قطاع غزة، لكن طبعا منتظرين الخطاب وتبعاته. فحضرتك بتنظر ازاي لهذه الزيارة، وايه اللي عايزه نتنياهو، ايه اللي بيطمح فيه نتنياهو من هذه الزيارة، او لو في ملامح كمان هيؤكد عليها او طلبات معينة لدعم معين من داخل الكونجرس الامريكي، يعني كيف ترى هذا الملف؟ يعني اولا خطاب نتنياهو سيحصل بعد ربع ساعة من الان في الكونجرس، لنوضح منذ البداية ان الرئيس الامريكي جو بايدن ونتنياهو لا تربط بينهما علاقات جيدة. يعني منذ سنوات طويلة العلاقات ليست جيدة، ليس هنالك من محبة ولا احترام بينهما، ولكن هذا لا يعني أن بايدن لا يحب إسرائيل. هو يعلن عن نفسه أنه صهيوني، يعني هو يحب كثيرا إسرائيل، ولكنه مختلف مع نتنياهو. الدعوة عادة عندما يتسلم رئيس حكومة في إسرائيل منصبه الجديد بعد 3 أو 4 أسابيع على أبعد تقدير يدعوه الرئيس الأمريكي لزيارة البيت الأبيض. بسبب الخلاف السابق والسوء العلاقة بين بايدن ونتنياهو، حتى الآن بايدن لم يدعو نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض، ولكن الكونغرس هو الذي دعا، رئيس الكونغرس رئيس مجلس النواب هو الذي دعا نتنياهو للقدوم إلى واشنطن وإلقاء خطاب في الكونغرس. وبهذه المناسبة سيلتقي غدا في البيت الأبيض نتنياهو مع الرئيس بايدن من جهة، ومع كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة للرئاسة من جهة ثانية، سيلتقي مع كل منهما على حدة. والمهم في الموضوع اليوم هو، لكن هاريس مش هتحضر الخطاب أمام الكونغرس. نعم، هذا ما أود أن أقوله. كما عادة عندما يجتمع الكونغرس بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي يرأس الجلسة هو نائب الرئيس. نائب الرئيس الأمريكي يعتبر رئيس الكونغرس. كامالا هاريس كان من المفترض أن ترأس هي هذه الجلسة، لا أن تحضر مثلها مثل الآخرين، ولكنها قالت أن عندها ارتباطات خارج واشنطن. هي تلقي خطاب في ولاية إنديانا الآن، في مدينة إنديانابوليس، ولذلك هي لن تترأس الجلسة. والأهم من ذلك أن من تأتي بعدها ولها الحق في ترأس الجلسة عضو مجلس الشيوخ السيدة باتي ماري، وهي أيضا اعتذرت وقالت أنها لا تريد أن تحضر هذه الجلسة التي سيتكلم بها نتنياهو. والآن الذي سيرأس الجلسة هو عضو مجلس الشيوخ من ولاية ماريلاند، اسمه بن كاردين. يعني لترى كيف أن استقبال نتنياهو ليس كما كان يحصل في الماضي. صحيح أنه يسجل رقم قياسي لأي زعيم خارجي من خارج الولايات المتحدة يتحدث في الكونغرس. وينستون تشرشل 3 مرات، بينما نتنياهو المرة الرابعة اليوم يتحدث إلى الكونغرس، ولكن هنالك مظاهرات قوية جدا ضد نتنياهو. والأهم أن في هذه التظاهرات وجود يهودي بارز جدا، هذا أمر هام. وحتى في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز الذي هو عضو مجلس الشيوخ قال أنه لن يحضر ولا يريد أن يحضر، وكان من غير الجائز أن يدعى نتنياهو إلى الكونغرس للتحدث إلى الكونغرس. كذلك أحد أعضاء مجلس النواب اسمه جيري نادلر، هذا هو يهودي من ولاية نيويورك التي فيها 20% من اليهود في الولايات المتحدة، قال أن نتنياهو هو أسوأ زعيم يهودي منذ أكثر من 2000 سنة.
ولكنه سيحضر الجلسة لأن معارضته تكون أقوى من الداخل مما هي في الخارج. يعني أن هنالك أجواء غير إيجابية بالنسبة إلى نتنياهو، ويبدو وهذا أمر شبه واضح بأن رئيس مجلس النواب الذي هو من الحزب الجمهوري منذ أكثر من شهر من الزمن هو شاء أن يدعو نتنياهو ليتحدث إلى الكونغرس لإحراج الرئيس بايدن بسبب العلاقة غير الجيدة بينهما. نعرف كيف أن الرئيس بايدن يطلب ويكرر على نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار، بضرورة حماية المدنيين، بضرورة حماية المساعدين الإنسانيين، فتح المعابر، تأمين الغذاء للفلسطينيين، ولكن نتنياهو في كل مرة كان يذل ويهين الرئيس بايدن ويرفض الطلب. فمن هنا أحب هذا الشخص رئيس مجلس النواب أن يدعو نتنياهو أيضا من أجل إحراج الرئيس بايدن أكثر وأكثر، ولكن الرئيس بايدن الآن لم يعد مرشحا للرئاسة، والأمر يعني سيأخذ طريقه العادي. نعم، حتى قيل دو كاميلا هاريس يعني لن تكون حاضرة في الكونغرس، ويعني جزء منه أيضا استقبال فاتر، ولكن جزء منه برضو حرصا على، وهي ده طبعا داخل سباق انتخابات قادم وتحتاج الأصوات أيضا العربية، أو تخشى مثلا من تأثير ده على سباقها الانتخابي. هل ممكن قراءتها بهذا الشكل أيضا ولا مستبعد؟ كامالا هاريس كنائبة الرئيس كانت تؤيد علنا وسرا جميع قرارات الرئيس، لأنها تكون موجودة مع الرئيس عند اتخاذ القرارات، وهي على اطلاع تام بكل هذه القرارات، ولكنها كانت من وقت إلى آخر تنتقد إسرائيل وتنتقد نتنياهو بسبب التجاوزات الكبرى، قتل المدنيين، قتل النساء والأطفال. هذا أمر يعني معروف، مع أن زوجها يهودي، ابنة زوجها من زواج سابق عنده بنتان صبيتان، يعني إحداهما جمعت أموالا وأرسلتها إلى الأطفال الفلسطينيين في غزة، ابنة زوجة كامالا هاريس، يعني وهو يهودي والابنة أيضا يهودية. يعني هذا أمر يعني يدل على أن كامالا هاريس ليست بهذا التوافق الأعمى مع ما تقوم به إسرائيل، ولكنها طبعا عندما في حال كانت رئيسة أو نائبة الرئيس هي مؤيدة لإسرائيل بصورة عامة، ولكن بالضبط كنت أقول لحركة، لكن معروف عنها تأييد دولة إسرائيل، ولا خطابات مع الإيباك منتشرة على الإنترنت، ويعني برضو، ولكن ربما ليس بحدة جو بايدن. صحيح، اللي بيقول صحيح. انا صهيوني يعني هو بيقول نعم. كده جو بايدن بيقول عن حاله انا صهيوني. نعم، في اسرائيل قال في مطار بن غوريون في العام 2022 منذ سنتين بالضبط، ولكنها هي لا تقول عن نفسها انها صهيونيه، هي تؤيد اسرائيل من الناحيه السياسيه من عده نواحي، ولكن بايدن بالاضافه الى انه يؤيد اسرائيل هو يحب اسرائيل، هو معجب باسرائيل، هو يهمه امره. وخلافه مع نتنياهو هو انه يعتقد ان نتنياهو لا يؤمن مصلحه اسرائيل، ان نتنياهو يؤمن مصلحته السياسيه الشخصيه وليس مصلحه اسرائيل. هذا سبب الخلاف بين نتنياهو وبايدن، بينما هي تؤيد اسرائيل سياسيا بصوره عامه ككل الدوائر الامريكيه يعني. بالضبط. طيب سيد سفير، سؤال برضو الاخير لحضرتك، تعتقد ايه ملامح الخطاب بتاع نتنياهو؟ هل بشكل رئيسي طلب الدعم الولايات المتحده الامريكيه، سواء دعم اقتصادي سياسي، كيف يعني تنظر إلى ملامح الخطاب ده؟ ممكن يكون عامل إزاي يعني، ولو تخيل. نعم، إجمالا سيطلب أكيد، سيظهر أن إسرائيل معرضة للأخطار من جميع النواحي، من الحوثيين، من حزب الله في لبنان، من حماس، من العراقيين، وهو بسابحة، وإسرائيل ليس هو، ولكن إسرائيل بحاجة إلى أن تدعم، لأنها الدولة التي هي متحالفة، أكثر دولة تحالفا مع
الولايات المتحدة، ولكن أيضا هنالك مراوغة كبرى من قبل نتنياهو، إذ أنه بعد أن دعي منذ أكثر من شهر لإلقاء خطاب في الكونغرس، الآن منذ أمس نسمع أن عنوان مجيئه إلى الكونغرس هو من أجل التحدث عن وقف إطلاق النار، عن إطلاق الرهائن، عن أمور كذلك إيجابية، من أجل إرضاء السامعين، من أجل إرضاء الأمريكيين الذين يتظاهرون. يظهر بمظهر، يعني كما قال أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين. يعني وهذا ما نتوقعه من نتنياهو، سيظهر بمظهر المسكين الذي هو بحاجة، إسرائيل بحاجة إلى دعم لأنها من جميع النواحي مطوقة، ولكن هو الذي يريد أن يخلص إسرائيل ويساعدها ويعتمد على الولايات المتحدة. ولنقل آخر كلمة، هو أن إسرائيل والولايات المتحدة كثيرا ما نسمع أنهما متحالفان بسبب مشاركتهما في القيم والأخلاق العالمية، القيم الإنسانية. الولايات المتحدة ابتعدت عن هذا، لم نعد نسمع ذلك، لأن قيم الولايات المتحدة ليست في قتل النساء والأطفال مثل ما تفعل إسرائيل. نعم، أنا بشكرك.